واحدة بتقول انا بنت عمري 16 سنة في الثانية ثانوي عام ادبي، وبحب شخص عمره 16 سنة وهو بيقول انه بيحبني لكن انا واثق انه بيحبني. شغل العيال ده بتاع شغل 16 سنة ده. يا بنت اللي بيحبك يروح يطلبك من ابوك، اللي بيحبك يروح يطلبه من ابوك. مش معقول ولد عمره 16 سنة لسه بيذاكر وهيجي يطلب، ازاي ده هيصرف على عيلة؟ وازاي هيقبله شقة؟ وازاي هيجيب شبكة؟ هيروح يشحت من ابوه وليه وللمدام؟ كيف استطيع نسيانه؟ اولا تعقلي وتتقلي، وثانيا تذكر دروسك. انت في تانية سنه تذكر، لما تذكري عقلك انشغل بالمذاكرة ما ينشغلش بالشبان. واحد بيقول انا شاب عيد ميلادي اخر هذا الشهر، ارجوك تعطيني نصيحة او فضيلة بنعمة ربنا اتدرب عليه في بداية السنة الجديدة، وايضا ادعي لي بالنجاح وتقول لي ربنا يكون معاك وينجحك. تقول لي ربنا يكون معاك وينجحك يا ابني يا حبيبي، هو كاتب كده وحاطط تحتها حاضر يا ابني يا حبيبي ربنا ينجحك بس تذاكر. مش تقول البابا تعالي خلاص اخدت كارت بلانش اخش بيه السنة اللي بعديها، لا لازم تذاكر. اما اذا كنت عايز نصيحة فهي انك تجلس تحاسب نفسك وتشوف ايه ضعفاتك بتاعت السنة اللي فاتت وتحاول انك تتركها واحدة واحدة.